يا صباح الخير، يسعد صباحكم من وين ما كنتوا عم بتتابعونا. ببداية صباحنا اليوم حنحكي شوي عن التفاؤل. يعني كلنا بنعرف أن التفاؤل مهم كعلاج لعدد كبير من الأمراض وعلى صحة الجسم. وفي دراسة كشفت 6 حقائق عن الأشخاص المتفائلين. يعني باختصار هالدراسة بتقول أنه موضوع التفاؤل هو أنك تتوقع الأفضل وتنظر للمستقبل بدون خوف، بالعكس تنظر له بفرح وبأنه القادم أجمل. وأكيد في عبارات نحن منرددها بس ما منآمن فيها، مثل بكرة أحلى، المستقبل دائما أحلى، والأيام جاية. بس لو فكرنا بالجمل يلي كل يوم منقولها لحالنا باللاوعي وقديش فعلا بتأثر علينا، كنا ضلينا بس عم نفكر بالشغلات الحلوة. خليني انتقل لعندك يا نور، ليك صباحك الحلو. يسعد لي صباحك يا ماري، وصباح الخير لكل الأشخاص يلي عم يحضرونا. فعلا قديش نحن قادرين نتفائل، هاي الجمل ممكن تصير كليشة بتنذكر على مواقع التواصل الاجتماعي أو ممكن تنحكى بالبرامج بس، لكن أنه تكون فعليا مصدق أنه بكرة أحلى فأكيد أنت شخص متفائل. هذا الشيء اللي نحن لازم نتمناه للكل، وبهي الظروف معظم الناس صار عندها خوف من بكرة فعليا، والسعادة ما عم نشعر فيها ولا عم نحس فيها إلا بعد فواتها. لهيك نحن كل يوم منقاوم أحلامنا وخوفنا على أولادنا ومستقبلنا، منقاوم لحتى نصنع السعادة والحياة بشكل عام. خلينا نعتبرها مقاومة بسيطة نوعا ما، ولكن دائما ابتسم تفاؤلا وثقة بأن الله سيغير الأحوال للأفضل. يسعد صباحكم وصباح الخير لكل الأشخاص يلي انضموا لنا لحتى يتابعونا بصباح الخير. هلا صار الوقت لنتعرف سوا على عناوين حلقتنا لليوم. تعرفنا على عناوين حلقة اليوم، رح ننتقل لمطبخ صباح الخير ونتعرف من الشيف بشرى شو محضرة طبق لليوم. يسعد صباحك يا شيف. صباح الخير. يسعد صباحك. صباح الخير ماري. شو محضرتينا اليوم؟ اليوم رح نعمل طبق حلو، رح اعمل بقلاوة بالقشطة، رح اعمل العجينة لحالها اللي هي نفسها عجينة البقلاوة الجاهزة، يعني حضرها لحالها ونحضر الحشوة لحالها، وقت التقديم ممكن انا احشيهم واقدمهم. يعني عم تقولي بقلاوة يعني بهي السهولة نقدر نحضرها؟ رح نعملها اكيد سهلة، يعني انا دائما بنقي الوصفات السهلة واللي شكلها حلو واللي كثير طيبة واللي قادرين نحن كستات بيوت نطبقها. صح. يعني خليني اتغزل فيكي معلي اليوم بقلاوة، حتعملنا بقلاوة اليوم. شكرا. يا سلام حبيبتي، يعطيكي الف عافية، رح نرجع لعندك اكيد. اكيد. شكرا كثير لك. بتتميز الزيوت المستخلصة من المواد الطبيعية والصافية بفوائدها المتنوعة والمفيدة لصحة الجسم والجلد على اختلاف انواعها واستخداماتها. وزيت السمسم هو واحد من المركبات الطبيعية الغنية بالفوائد، ومنها فائدة العناية بالبشرة، وبيساهم زيت السمسم بالعناية بالبشرة وتفتيحها، بالإضافة لمعالجة ندبات حب الشباب في حال تم استخدامها بطريقة صحيحة مع الالتزام بالمواعيد والتعليمات. لنعرف أكثر عن فوائد زيت السمسم خلونا نتابع سوا هالتقرير.
تتعدد العناصر الغذائية بزيت السمسم يلي بتحمل الفوائد الصحية للجسم بشكل عام وللبشرة بشكل خاص، حيث بيحتوي زيت السمسم على فيتامين ها يلي يعد من أقوى مضادات الأكسدة، وبالتالي يمكن أن يساعد على حماية خلايا الجلد من الأضرار يلي بتسبب العوامل البيئية المختلفة مثل أشعة الشمس فوق البنفسجية. فوائد زيت السمسم للبشرة كتيرة لما يحتويه من عناصر مهمة وفعالة بتساعد على حل العديد من مشكلات البشرة، ولذلك بيدخل كمكون أساسي بالعديد من مستحضرات العناية بالبشرة. فهو عنده القدرة على محاربة الضرر الناجم عن الجذور الحرة يلي بتسبب تلف أنسجة البشرة وبتسرع من ظهور علامات الشيخوخة، بالإضافة لخصائص مضادة للالتهاب ومضادة للميكروبات وتحمي البشرة من الالتهاب والتورم. وإليكم أبرز هاي الفوائد. أولاً، الوقاية من علامات شيخوخة البشرة. تتعرض البشرة مع التقدم بالعمر للتجاعيد والخطوط الدقيقة، وقد يصاب بعض الأشخاص بشيخوخة البشرة المبكرة نتيجة التعرض للعوامل البيئية المضرة، حيث يساعد تدليك الوجه بزيت السمسم العضوي على تقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة وتوفير النضارة والشباب للبشرة. ثانياً، تفتيح ندبات حب الشباب والبقع الداكنة. تسبب آثار وندوب حب الشباب والتصبغات يلي بيتركها على البشرة الكثير من الإزعاج للشخص، حيث بتساعد مضادات الأكسدة والأحماض الدهنية على تفتيح البشرة وبالتالي تقليل الندبات. ثالثاً، ترطيب البشرة. يعد زيت السمسم عامل ترطيب فعال يمكن استخدامه خلال فترة الشتاء للتخلص من جفاف البشرة، ويدلك الجلد بزيت السمسم ليلاً ثم يترك لتمتصه البشرة طوال الليل، مما يمنح البشرة النعومة والترطيب والنضارة. رابعاً، علاج الإسمرار وحروق الشمس. يعمل زيت السمسم على تفتيح البشرة ويسمح بالتئام أسرع لحروق الشمس، بإضافة أنه استخدام زيت السمسم يقلل الإحمرار الناتج عن حروق الشمس لاحتوائه على فيتامين ها، لكن يفضل اختباره على رقعة من الجلد قبل استخدامه لأول مرة. يا صباح الخير عن جديد، وصلنا لأولى فقراتنا. بشكل إيجاد فرصة عمل مناسبة لاختصاص الخريج هاجس كبير عن مختلف الأشخاص المقبلين على الدخول بسوق العمل، وبالتالي بتكون عندهم مخاوف من الخطوة التالية بعد تخرجهم، وهون ببلش دور المسؤولين عن سوق العمل يلي بيلجأ له هذا الشخص. تماماً يا ماري، فبيحتاج الخريج فعلاً لشخص يرشده ويدله على الطريق المناسب وينمي مهاراته يلي اكتسبها خلال فترة دراسته، وهذا الشيء بيعطيه الخبرة لحتى يلاقي الفرصة المناسبة ويدخل بسوق العمل بقوة وثقة ويحقق النتائج المرضية. لنعرف أكثر كيف فينا نساعد هدول الشباب الخريجين على إيجاد فرصة ودخول سوق العمل، خلونا سوا نرحب بضيفنا يلي صار معنا بالاستديو الاختصاصي بالإدارة وسوق العمل علي نزار. يسعد صباحك علي. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيك. شكرا على الاستضافة. شكرا جزيلا. بالبداية خلينا نحكي اليوم شو هو سوق العمل. هلأ، سوق العمل هو المكان اللي بيجتمع فيه صاحب العمل مع الباحث عن عمل، وهذا المكان عادة بيكون يعني افتراضي. فهذا المكان نحن اليوم بسوق العمل اللي هو يعتمد على سوق العمل الأونلاين، فيعتمد على منصات مواقع التواصل الاجتماعي أو يعتمد على التطبيقات التوظيف، ويكون فيه له نتيجة واحدة هي التوظيف بين باحث عن عمل وبين صاحب الشركة. طيب اليوم الخريج، في توصيات ممكن نحن نقدمها لإله بآخر سنة من الدراسة للإقبال بعد التخرج لحتى فعلا يدخل بسوق العمل؟ اليوم بتشوف كثير من الطلاب الخريجين تخرجوا في كثير نقاط هن يعني خلينا نقول سهوا عنها لحتى عم يضوعوا وقت لحتى يدوروا على المكان المناسب لحتى يشتغلوا فيه. هلا هي توصية واحدة وحيدة صراحة، اللي هي انه يشتغل قبل ما يتخرج. تمام. لانه اذا اشتغل قبل ما يتخرج خلينا نقول فترة تدريبية. تمام، فترة تدريبية كثير جدا مهمة، ويفضل كمان يشتغل بشغل حقيقي قبل ما يتخرج، وتجهيز السي في المناسب لحتى يكون هو قادر على خوض هذا السوق. صحيح. هلا تجهيز السي في هي عملية يعني نوعا ما معقدة، لازم يشتغل بالمكان الصح ومع الأشخاص الصح، ولكن عملية صناعة السي في أو كتابة سيرة ذاتية لازم تكون معمولة قبل ما يقدم أو يفكر أن يقدم على أي وظيفة أو أي عمل. تمام. بيكون الشخص طالع جديد من الجامعة ولأول مرة عم بيقدم على الشغل، كيف ممكن نحن نساعد هذا الشخص؟ شو هي القواعد اللي ممكن يمشي عليها؟
هلا بدايه نحن عندنا عده امور تطبيقيه اللي هي مثل ما حكيت السيره الذاتيه تتعلق بطريقه التقديم، كيف يقدم، طريقه كتابه الايميلات لحتى يرسل للشركات. هي الامور التطبيقيه اللي تتعلق بارض الواقع. اما الامور النفسيه لازم يمتاز فيها اي شخص عم يبحث عن فرصه عمل، واللي هي التركيز باي فرصه عم يقدم عليها او نوع المجال اللي عم يقدم عليه، الاستمراريه بالتقديم، مو يقدم يوم يقول لي قدمت والله 10 مرات او 5 مرات او 20 مره او حتى 50 مره على بوزيشن معين او شاغل معين وما حصلت الفرصه. لازم دائما نركز، دائما يستمر، والبحث والتقصي والتفتيش عن الفرصه المناسبه. ممكن يكون مجاله معقد ضمن دراسته، يضطر لحتى يقدم كثير على فرص على كثير مجالات لحتى يلاقي حاله ويعرف حاله هو شو عم يعمل وشو لازم يعمل. طيب هي النقطه كثير مهمه اللي حضرتك ذكرتها، ولكن اليوم فينا نقول للخريج او اللي بده يتخرج لحتى تدخل بسوق العمل، في بعض الدورات، في بعض الشغلات اللي لازم يقوم فيها لحتى يكون بايده في ادوات تأهله للسوق، الدخول بسوق العمل. اليوم نحن كشركة انه انا عندي المتدرب هو افضل لي من الشخص اللي بده يفوت لعندي خريج وانا اقعد دربه لحتى يكون قادر على خوض المجال بسوق العمل. هلا بداية تدريب الكورسات هو سلاح ذو حدين، لانه هذا السلاح يعتمد على انا عند مين عم بتدرب، او شو الشركه اللي عم بتدرب، او الشركه اللي عم بتدرب فيها هل هي فعلا عن جد هدف تدربني ولا هدف ربحي، حتقدم لي فائده. تماما. فهو لازم ينتقي الشركات او المؤسسات او الاشخاص اللي لازم يدربوه. مرحله التدريب هي غالبا ممكن تصير بالجامعه، اذا شخص اكاديمي فهو حصل على تدريب من الجامعه ما انه مضطر لحتى يعمل كورسات، ولكن اذا شخص مثلا حابب يفوت بمجال الاعلام عم نحكي اعلاميا، حابب يفوت بمجال الاعلام وهو ما درس، ما عنده خلفيه اكاديميه، ممكن يعمل كورسات، ولكن انا بفضل يركز على الجامعه والشيء اللي عم ياخذه من الجامعه، لانه هذا اهم بكثير من اي كورسات ممكن يعملها في حال كان اكاديمي. الاكاديمي كشهاده تمام. ولكن خوض سوق العمل هو مختلف تماما. دائما اي طالب هون يقع بهي الفجوه انه انا اللي درسته مو نفس اللي عم طبقه. ما هون في صعوبه؟ هلا هذا الشيء لهيك لازم يتدرب، لانه انت مو بس اكاديمي ومو بس معدلك الجامعي هو عالي جدا، باهلك انك تدخل اي مكان وانت مثل بيقولوا مغمض عيونك لانه معدلك هو ممتاز ويسمح لك انك تكون موجود. اوكي رح جاوبك. هلا مبدئيا نحن في عندنا فكره دائما موجوده بالشارع السوري اللي هي انه انا جامعه ما عم تفيدني شيء او ما حتعمل لي شيء. هلا هي فكره مغلوطه تماما. صحيح. انا بالنسبه لي لما تخرجت من كليه الاعلام انا تعلمت كثير من كليه الاعلام جدا بالنسبه لي، مارست كثير امور انا تعلمتها ضمن الكليه، ولكن نكران هذا الشيء عم تضر نفسك انت بالنهايه لما تقول والله انا الجامعه مختلف عن سوق العمل. لا، الجامعه مو مختلف عن سوق العمل، انا درست التسويق بالجامعه ومارست التسويق. ممكن يكون في اللي مارسته هو مطور عن المناهج اللي درستها، لانه انا اشتغلت بالتسويق الالكتروني، ولكن انا درست التسويق، ما درست التسويق الالكتروني بشكل حقيقي بالجامعه كشيء يتعلق بشيء اللي عم مارسه، ولكن نظريا انا تعلمت كل الامور الاساسيه، تعلمت مثلا عن سلوك المستهلك، تعلمت عن كثير امور. فالشيء اللي تعلمته بالجامعه هو الاساس اللي حتطبقه، ولكن لازم تطور منه، هاي اكيد انت شيء انت لازم تمارسه. طبعا التطور يعني. تمام. في حال اليوم كان الشخص ما بيمتلك الخبره الكافيه لانه فعلا يدخل سوق العمل، في كثير اغلاط باي مهنه، بس ندخل بأول تام نعمل كثير أغلاط. شو هي الأغلاط يلي ممكن يتجنبها هذا الشخص وما يوقع فيها؟ هلأ النظر المادي فقط، يعني أنا بحكي دائما مش على الأمور التطبيقية، بركز على الأمور النفسية أكثر للشخص، لأنه هي بتضل معه كل عمره. صح. فأهم شيء الشخص ما ينظر للعمل كشكل مادي ربحي بمطلق 100%. هي أهم نقطة، ما يفوت على العمل أنه أنا بس بهمني المصاري. لا، أنت بهمك أنه أنت كشخص تكتسب خبرة، تتعلم، تعمل علاقات، شبكة من العلاقات هي اللي بتوصلك لأماكن جديدة مهمة. على الصعيد التطبيقي بفضل بسوق العمل يعني يكون أكثر حدا يمارس أخلاقيات العمل، يعمل الأشياء اللي هي ما تعمل له مشاكل مع أصدقائه أو الزملاء بالعمل، ويطبق الأمور الأساسية ويعتمد على نظام العمل اللي موجود بالدولة اللي هو عم يمارس فيها عمله. مثل ما حكينا أنا وأنت تحت الهواء، أنت حضرتك صانع محتوى وعم بتقدم المعلومات على السوشيال ميديا. صحيح. كيف عم تقدر على هذا العدد الهائل من المتابعين على الصفحة عم تقدر توصل المعلومات بطريقة بسيطة؟ هلا أنا دائما يعني بالبداية كنا نعمل المعلومات اللي هي منتشرة أكثر شيء، ولكن بعدين لما نظرت شفت إنه كل الأشخاص اللي عم يعملوا هاي المعلومات صارت معلومات مكررة، فعم نحاول نكون انتقائيين بالمعلومة، يعني حاول نكون تخصصي أكثر بالمعلومة. إذا حكينا عن شيء يتعلق بالعمل نكون انتقائيين جدا. فالرد الأشخاص لما أنا أعمل فيديو، فأنا أعمل فيديو متكامل من الألف للياء، فهذا الشيء بيخلي الأشخاص ما كثير تسأل أو ما كثير يضطروا إنه هن يستفسروا عن المعلومة، لأنه أورد المعلومة تكون موجودة بالفيديو من الألف للياء وعم تكون بسيطة بحيث كل الأشخاص تقدر تفهمها وتوصل لها. صحيح. عم تكون نحن حتى بنطلق المعلومة بطريقة صحيحة،
نبتعد عن الامور يعني هي التفاهه على السوشيال ميديا او المعقده على السوشيال ميديا، نعطي المعلومه بطريقه صحيحه بطريقه ثقافيه مميزه لحتى الشخص الاكاديمي او الشخص المتخرج او حتى لو ما كان متخرج يفهم المعلومه وتوصله ويعرف انه هذا امر جدي وليس امر يعني نحن ممكن نمزح فيه. تماما، هو دائما صانع المحتوى لازم يبحث عن الاشياء البسيطه يلي بتدخل لعقول المشاهد وبنفس الوقت يحقق الغايه المرجوه، لانه كان كل ما كان المشاهد عم يتابع صانع المحتوى يلي معقد ما بقى بيقدر يحضره، بيبعد عنه، كل ما كان في شيء سلس وبسيط هو قادر يخوض فيه ويكتسب منه المعلومات. صحيح. رح ننتقل عن الشخص يلي هو خريج اليوم ما صحت فرصه عمل، انت مع انه يلا اشتغل شو مكان اكتسب خبره هون وهون وهون ما في مشكله، لبينما تلاقي باختصاصك المكان المناسب ومنه اكتساب علاقات عامه وممكن دخول بسوق العمل بمجالات اخرى يعني تكتسب انت في مهارات، هل هذا الشيء صحيح وسليم؟ هلا انا اذا قلت لك لا رح لك انه هذا الامر نسبي، انا ما فيني اطبق هذا الشيء واقول لا على اشخاص ممكن هنا يكون عندهم وضع مادي مختلف. صح. نحن لنحكي بالعموم يفضل انه شخص يشتغل بمجاله او يشتغل بمجال فيه تطور، ما يكون مجال يومي او عمل يومي ما في تطور هو لبينما يلاقي مكان ثاني بمجال اختصاصه. تمام 100%، هو اذا عنده شيء بحبه يشتغل بالشيء اللي بحبه، حتى لو الشيء اللي بتحبه هو غير اختصاصك اشتغل بالشيء اللي بتحبه، لانه الشيء اللي بتحبه انت الشيء حتتطور فيه، الشيء اللي حتنجز فيه والشيء اللي انت حتكمل فيه. اما اختصاصك الدراسي اذا انت دارس شيء مختص فيه وبتحبه فصدقا ممكن توصل لاماكن كثير حلوه اماكن كثير جميله، واشتغل بالشيء اللي بتحبه ويفضل انك تعمل هذا الشيء، ولكن اذا اضطريت لامور كان عندك ظروف معينه اضطريت تشتغل شيء ثاني فاكيد ما حدا في لك لا يعني لا مانع. تمام، ممكن اليوم تقلبات سوق العمل تاثر على توفر الفرص للشباب؟ هلا شوفي هذا سؤال جدا جدا مهم وبيوصلنا دائما. هلا سوق العمل بشكل عام خلينا نحكي عموما بيكون بتكون الامور ممكن ياثر تقلبات سوق العمل على فرص، تقل نسبه الفرص كنسبه، ولكن انا اليوم كشخص خريج او غير خريج عم دور على فرصه عمل لازم احط ببالي امر واحد فقط وهو انه هي فرصتي وانا حاخذها، لازم ركز عليها واستمر بالتقديم، وحتى اذا قدمت واخذتها استمر فيها بوجودي فيها، لانه انت اخذك للفرصه ما يعني استمراريتك فيها. تمام، فما لازم اي انسان يفكر انه والله بهذا المكان او بهذا الشركه او بهذا المؤسسه انا فيها ممكن ما يكون في فرص عمل. صح. لا، فرصتك موجوده، قدم وما عليك اذا ما في فرصه ما حتاخذها، بس انت عليك انك تقدم. تمام. عليك تعمل اللي عليك تقدم، لحتى تقدم لازم يكون في شيء متكامل. صحيح. لحتى تكسب ثقه المكان اللي انت بدك تقدم عليه وبنفس الوقت يحسوا انه انت قادر تكون متواجد ضمن هذا التيم او هي المؤسسه او هاي المعمل او اي شيء كان. طيب اليوم شو لازم يكون في شيء اساسي وقت اللي يتقدم لاقي القبول ضمن السي في؟ هل من الشرط انه يكون عندي الكثير من المهارات والخبرات واللغات و و لحتى اكون انا فعلا مؤهل لهذا الوجود، ولا لا مو شرط انه انا اشياء بسيطه بلعبه بسيطه بالصياغه هي قادره ان تخليني موجود؟ هلا يختلف كل مجال عن المجال الثاني، مو في مجالات مثل مضيف الطيران هي ما أنا بحاجه كثير خبرات، بحاجه امور ثانيه تتعلق بالمهارات. تماما، ممكن حسن المظهر، ممكن اللغات، ممكن تفاصيل ثانيه. تماما، فهي كمضيف طيران، فكل مجال يختلف عن المجال الثاني، مجال يحتاج مهارات كثير، مجال يحتاج خبرات كثير، مجال ممكن بعرف شركات ممكن تكون عم تطلب خريجين جدد، بدهم ناس ما عندهم خبرات، بدهم ناس هنن يدربوهم. فالامر يختلف حسب انت، اللي عليك انت اهم شيء انك تعمل سي في بطريقه صحيحه، كان عندك خبرات او ما كان عندك خبرات، كان عندك مهارات او ما كان عندك مهارات، تعمل سي في بطريقه صحيحه لحتى الاتش ار او مدير الموارد البشريه لما يشوف السي في يقرا شيء هو بده يقراه، يقرا الشيء الصح. تماما. يعني بدنا نشكرك كثير لوجودك معنا علي اليوم، وموفق كمان على السوشيال ميديا وبشغلك الخاص فيك. شكرا كثير لكم، شرفت فيكم كثير وكانت مقابله مميزه صراحه. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك. طبعا يعني مفتخر فيك اول شيء كعده هيك اختصاصات انت عم تشتغل عليها غير دراستك الاساسيه، يعطيك الف عافيه. شكرا كثير. شكرا كثير لك، يسعد صباحك. خلونا نرجع لعند الشيف بشرى لنشوف كيف حتبلش بطبق اليوم. صباح الخير لكل اللي عم يتابعونا اليوم، ان شاء الله يكون نهاركم مليان بالخير والصحه والبركه. اليوم رح نعمل بقلاوه بالقشطه، بس رح اعملها بشكل قطعه، يعني كل قطعه انه تنعمل لحالها وتتقدم لحالها، وهي الوصفه فيني انا جهز العجينه وشويه بالفرن وجهز الحشوه كمان تكون جاهزه عندي وقت التقديم، بعدين بحشيهم وبقدمهم. يعني اذا مثلا عندي عزيمه او بدي احضر عندي ضيوف ممكن انا احضر الخطوات من قبل ووقت التقديم بحشيهم وبقدمهم دغري. هلا هون خليني بلش بالقطر اول شيء بطنجره على نار هاديه. هلا القطر دائما يعني
الخطوة الأساسية لحتى يطلع عندي القطر ناجح أنه أنا أعمله على نار هادية على الأقل لبين ما يدوب عندي السكر مع المي، يعني ما لازم أقوي الحرارة بهي المرحلة. حطيت هون كوب من المي، رح أضيف عليهم كوب ونص من السكر. هلأ هنن يعني ممكن حركهم ممكن هلأ لأنه على نار هادية اتركهم. إمتى بقوي النار؟ بس خلص حس أنه السكر داب بقلب المي، وقتها بقوي النار وبترك المزيج لحتى يغلي. يعني لازم ضروري السكر يدوب بقلب المي قبل ما توصل المي لدرجة الغليان. هلأ هون رح حركهم شوي واتركهم على نار هادية مثل ما قلت لحتى يدوب عندي السكر. مكونات القطر بسيطة كتير، حطيت كوب من المي، كوب ونص من السكر، رح استعمل معلقة من عصير الليمون، وممكن استعمل ربع معلقة صغيرة من حمض الليمون أكيد لحتى ما يكتل عندي السكر. وبعد ما يستوي عندي القطر وأطفيه رح حط معلقتين من الماء زهر أكيد لحتى أعطيها نكهة. هلأ هون بالنسبة للعجينة عم استعمل رقائق العجين وأنا مغطيتهم لحتى ما ينشفوا عندي. الرقائق قسمتهم بالطول نصين، يعني هاي وال يعني هي قد هاي مرتين، قسمتها بالطول نصين. رح حط أول وحدة وعندي هون مدوبة 3/4 كوب من الزبدة مع ربع كوب من الزيت، يعني 3/4 كوب من الزبدة يعني 3/4 القالب. بلش هلأ هون قبل ما أدهن هاي رح أدهن هون على الصينية أكيد لأنه أنا بدي أشويهم بالفرن. الفرن مشغلته على حرارة 200، رح يعني أول ما ياخذ لون من تحت برجع بشغل الفرن من فوق. وهلأ بعد ما صف الحبات رح أكيد أرجع أحط لهم من هذا الخليط، خليط الزبدة مع الزيت. هلأ هون رح أشتغل أنا كل حبة بدي 3 طبقات من العجين، ومثل ما قلت يعني أنا كل قطعة قسمتها بالطول بهذا الحجم. هلأ في أحياناً رقائق تجي يعني 3 أضعاف هذا الحجم، يعني شايفين هذا الحجم بدي إياه أنه يكونوا 3 طبقات، فبهيك حالة إذا إجت العجينة أعرض ممكن أقطعها ل3 قطع قد بعضهم بالطول. هلأ هون رح أحط كمية من خليط الزبدة مع الزيت، بعدين ارجع حط طبقة تانية، ودائما خلوا العجينة مغطاية. وإذا كان كتير الجو شوب حاولوا تحطوا عليها منشفة تكون أو ورق مطبخ يكون مبلول شوي مو كتير، يعني هيك ترطبوه شوي لحتى أكيد العجينة ما تنشف عندي. هلأ هون الطبقة التانية كمان رح ارجع حط عليها طبقة من الزبدة مع الزيت، وارجع حط الطبقة الثالثة، وهيك سماكتها بتكفي. شايفين رح ارجع اغطي العجينه كل حبه، ممكن اخذ انا 3 قطع اشتغلهم على السريع وارجع اغطي العجينه لحتى ما تنشف عندي، لانه متى ما نشفت عندي العجينه رح تكسر. هلا هون كيف بدي لفهم؟ مثل ما بلف السمبوسك، يعني اعتبروا كانه في حشوه بقلبها. باخذ اول مثلث بعدين برجع بلفها، وهيك لتخلص عندي العجينة. هلأ في قوالب شكلهم مثل القمع، أكيد هن من المعدن، يعني بيكون شكلهم هيك مخروطي مثل القمع. إذا موجودين عندي أنا ممكن حطهم بقلب العجينة لحتى تستوي، لحتى تدخلها على الفرن تاخذ الشكل المخروطي. إذا ما عندي هلأ شايفين هون هاي العجينة اللي زادت مع هون حد صغير من العجينة، طرف صغير منها رح افتحها، وبعدين هون رح افتحها هيك شوي. إذا ما عندي من هذا القمع أكيد يعني مو شرط يكون عندي موجود بالبيت، ورقة زبدة بدي أعملها هيك على شكل طابة وحطها جواتها لحتى تعطيني هذا الشكل. هلأ من هون إذا كانت الفتحة من فوق أكيد لحتى ما تفتح عندي كمان برجع بحط عليها شوي من الخليط وبسكرها على بعض. بعد ما حطها بالصينية اللي أصلاً أنا دهنتها بالزبدة والزيت رح أرجع أدهن على الوش كمان شوي أكيد لحتى تعطيني لون وتقرمش بشكل صح، وعلى الطراف كمان. هدول اللي رح يزيدوا من العجينة لا تكبوهم، جمعوهم، يعني هدول حتى لو نشفوا عندي جمعوهم بكيس بالفريزر. بتتذكروا الوصفة اللي عملناها الأسبوع الماضي فطيرة المسخن، فيكم تستعملوها لقلة. هلأ هون أنا رح أقوي شوي تحت القطر وحرك، وأتأكد أنا بس قويت شوي النار مو على الآخر، وأتأكد أنه السكر داب عندي قبل ما تغلي المي. هلا اكيد انا رح جهز القطر ورح كمل هدول وحطهم بالفرن، رح ترجعوا لعند الصبايا وبرجع بلاقيكم بالفقره الثانيه لحتى نكمل وصفتنا.
يسلم ايديك يا شيخ. الله يسلمك. العافيه. الله يعافيك. وهلا مشاهدينا صار الوقت لحتى ننتقل لفقرتنا الرياضيه الصباحيه لحتى نتابع بعض التمارين للستات البيوتي اللي حابين يطبقوها معنا. ألف عافية. يسعد صباحكم عن جديد.
بما أنه قربت العطلة الصيفية يلي الأولاد والأهل نطروها كتير ليرمموا جزء من الضعف يلي كان واضح عند أطفالهم، سواء ضعف دراسي أو شيء متعلق بالقدرات المعرفية والبدنية. طبعاً بيكون من الصعب شوي تحقيق توازن ما بين أنه الطفل بده يلعب كل الوقت ليعود وبين يترك فترات معينة يعالج فيها تقصيره بمادة دراسية. تماماً، اليوم نحن رح نعرف شو لازم نعمل، لهيك خصصنا فقرتنا لليوم حتى نحكي عن كيفية استغلال العطلة الصيفية بطريقة صحيحة، بالإضافة لحديثنا عن أفكار كتير حلوة وخفيفة ممكن تفيد أطفالنا وحتى الأهل خلال هاي العطلة الطويلة. تفاصيل كتير ما رح نعرفها مع ضيفتنا اللي صارت معنا بالاستديو الاختصاصية التربوية والاجتماعية كيناز خوجة. يسعد صباحك. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. بالبداية، كيف بدنا نعلم اليوم أطفالنا يستغلوا العطلة الصيفية بطريقة صحيحة؟ يعني هلا بلشنا خناق مع الأطفال بالبيت على أنه خلصنا امتحان، ما بدي سجل كورس، بدي سجل، بدي ألعب، مضغوطة نفسيا أنا، يعني صار اليوم الطفل الصغير بيحكي مثل الشخص الكبير، كيف بدنا نلاقي حل؟ طيب، بداية قبل ما أعلم طفلي كيفية استغلال العطلة الصيفية لازم أوضح للأهالي وللأطفال المفهوم الصحيح للعطلة الصيفية لحتى نقدر نستثمرها بشكل مفيد وممتع ومن غير تعب للطفل. طيب، ولازم بهالحالة نتجنب المفاهيم المغلوطة. كثير من للأسف الأمور المغلوطة اللي بنحاول إنه نبعدها عن فكر الأهل إنه العطلة الصيفية ليست مجرد راحة، هي منا بريك، تمام؟ وبنفس الوقت مانا هي فترة مضنية، هي عقب مرحلة التحصيل الدراسي اللي كانت مليئة بالمتاعب والأعباء للطفل. وهون بدنا نركز على العبارات اللي بدنا نوجهها لأطفالنا، سواء أهالي أو حتى معلمين أو مدرسين بمجال التربوي. أحيانا بنشوف إنه الطالب بفترة الامتحان هو بقمة تعبه وتوتره، فشو بنجي على أساس بدنا نواسيه ونخفف عنه. اوكي، ما يهمك، هلا تعبان، بكره حتجيك العطله الصيفيه، رح تاخذ راحتك فيها، تلعب تاخذ راحتك، ما رح يطلب منك حدا اي مهمه. فهون ترسخت فكره عند الاطفال انه العطله هي مجرد راحه من حقي، تماما، وما رح يقدر يستثمرها. لا، هي ليست راحه مطلقه ولا حتى هي فتره مضنيه مليئه بالانشطه، لازم تكون فترة خصبة لحتى نفعل فيها المشاريع الاستثمارية الممتعة والمفيدة بشكل مريح، والنشاطات يلي لازم يقوم فيها الطفل يلي هو بيحبها. تمام. طيب، هل هذا الشيء صحيح انه اليوم انا لازم استغل هاي الفرصة والعطلة الصيفية لحتى رمم الضعف الموجود عند طفلي، ممكن بمادة معينة، ممكن بدراسة ما، أو ممكن فيده وضيف له مهارة من المهارات اللي هي ممكن تعلم لغة إضافية أو تفاصيل ثانية، هل هذا الشيء صحيح وسليم؟ تماماً، كثير بدنا نأكد أنه مثل ما سبق وقلنا هي ما أنا فترة مضنية ولا حتى هي مضيعة الوقت. الوقت، تمام. هون بهي الحالة لازم أول شيء تنحط خطة، تمام، حدد الأهداف، أنا شو مطلوب مني أول شيء من قبل الأهل، وحتى لازم الطفل هو كمان يكون دور الأكبر والأهم لإله. والخطة بمجرد ما انحطت أنا عرفت شو بدي استفيد من هالعطلة بالنسبة لطفلي. بس يا ريت هي كمان بدي أوجه نصيحة للأهالي إنه ما تكون خطتهم معلنة، بالعكس لازم نحسس الطفل إنه أنت المسؤول عن عطلتك، هي ملكك، يعني خلينا نقول خطة مبطنة، تماما، لا بطريقة غير مباشرة، صحيح، ليحدد، وبنفس الوقت هيك بيشعر باستقلاليته، بنعزز ثقته بنفسه. بس كمان في أخطاء كتير ترتكب من قبل الأهل، لما مثلا حتى بنلاحظ بمجرد ما السلام جلاؤه بكون الطفل جاي من مدرسته فرحان لأنه متشوق كتير لعطلة الصيفية، فأنا أنهيت مرحلة كتير متعبة. في بعض الأهالي بيمسكوا الجلاء، بنحدد، بنشيك عليه لنحدد المواد المقصر فيها لننطلق بأنه كورسات ترميمية. لا، طب شو معناته انه ما نستغلها لشيء مفيد للطفل معرفيا؟ يعني ما درس ابني، ما رمى مضاعف؟ لا، ما هيك بتتم بطريقه مبطنه. الطفل رح يستفز بمجرد ما حس انه في دراسه، تماما، وهذا الشيء من للاسف بنلاحظه عم يترجم سلوكيات غير محببه ومفضله، مثلا تمزيق الكتب،
او بمجرد ما انهينا العام الدراسي بنحس الطلاب فشت خلقه، لانه اصلا عم يتكرس له فكره انه الكتاب هو مصدر تعب، لانه بيكون موصلهم هيك بطريقه غير ممتعه ومفيده. لا، وعلى فكره في نوادي صيفيه بتشتغل على سياسه ذكيه انه بنقدم الترفيه وبطريقه مبطنه بنقدم الفائده، مثلا كورسات انجليزي او كذا، فضمن الانشطه الترفيهيه اللي بتقدم. تمام، بس اليوم نحن عم نحكي عن الطفل، ونحن غير قادرين نسيطر على كل الاطفال، مو كل الاطفال ممكن تتجاوب مع الاهل، كيف بدنا نوازن بشكل انا خلي طفلي لسه رغبان بانه في عطله صيفيه حيتسلى فيها، وبين انه انا اثقل طفلي بالمعلومات اللي هي ممكن ترافقه كل حياته. تمام، في قاعده للاسف مغلوطه وعم يتروج لها بطريقه غير مباشره، واللي هي انه كل شيء مفيد غير ممتع، وكل شيء ممتع غير مفيد، وطبعا هذا الشيء خطا. مثلا ما بيمسك طفلنا بيلعب العاب الكترونيه، فبنجي بنقول له انه اوكي انت تسليت بس هي مضيعه للوقت وما استفدت شيء، بالمقابله ترسق يعني برمج دماغه انه انا كل شيء بيسليني ما رح يفيدني. بذات الوقت لما بيكون عم بمرحله التحصيل الدراسي، اوكي هو حصل معارف ونمينا له قدرات، بس هو ما حيكون للاسف احيانا بتتم بطريقه غير ممتعه ومسليه له. نشتغل على هذا المبدا، والدراسات بتاكد يعني افضل بيئه لحتى نكسب نخلي اطفالنا تكسب مهارات وننمي لها قدراتها على كافه الاسئله، قدرات عقليه بدنيه وحتى نفسيه، فهي البيئه المفعمه بالمتعه والتسليه. فهن الخطين متوازيين، ما فينا نفصلهم عن بعض، الفائده والتسليه. تمام، بحسها من المهام الصعبة كتير. يعني امبارح كنا بنفس الموضوع، انه بنت اخي ضلت ساعتين عم تبكي انه انا هلا خلصت امتحانات، انتم ما عم تخلوني ارتاح، عمري 10 سنين، تعي اقنعيها. ضلينا يعني ساعتين من النقاش، شو كلفتوها حتى مو بس بيحينا. يعني انا قلنا لها سباحة ولغات، يعني عم نحاول ندخل لها الترفيه. حست بسطوتكم حتى السباحة بالنسبة لها التزام، انا بدي احضر يوتيوب لانه صح بدها تلتزم فيها بوقت معين. تمام، بنادي، لانه نترك له شوي ياخذ مجده الطفل هو يختار، وبرجع باكد بطريقه غير مباشره نحن بنكون مشرفين على الموضوع. طيب، في بعض الاهالي اليوم اللي عم يحضرونا، اليوم نحن غير قادرين على انه نسجل اطفالنا بنشاطات ممكن هن قادرين يتسلوا فيها بقلب النهار، بالاضافه لادخال بعض المعلومات. اليوم طفلي بالمنزل، شو ممكن انا اساعد الام اللي عم تحضرنا غير قادره على تسجيل ابنها بنشاطات مميزه ومعينه نوعا ما بسبب الضيقه الاقتصاديه، كيف لازم تشتغل ضمن المنزل لحتى تسلي ابنها، ترفهه بنفس الوقت مثل ما قلتي ما تحسسه انه في دراسه، في علم، في التزام، وهي فتره صيف وعطله. تماما بالضبط، كثير من الاهالي بيعبروا عن استيائهم انه انا اليوم ما قدرت اسجل ابني. تمام، وعندي ثلاث اربع اولاد سجلت واحد ثلاثة، الباقيين ما فيني. النوادي الصيفيه عم تكون مكلفه جدا. صدقيني الموضوع ما انه صعب وما انه مضني، بحاجه بس انك انت تبتكري شيء مع طفلك بمشاركه طفلك. أول شيء تتعرفي على نقاط القوة، ونحن كأهل أدرى بنقاط القوة والضعف اللي بيمتلكها طفلنا. بيمتلكها طفلي. تماماً، بدنا نعرف كمان المواهب اللي بيمتلكها الطفل لحتى نشتغل على هالأساس. برجع بقول خطة ضمنية، يعني أنا ضمنياً عم كون عم حط خطة من غير ما يعرف فيها ابني، وبذات الوقت تركت له مجال إنه شو ممكن. حتى المقترحات اللي ممكن أنا أقدمها كأم مثلاً أو كأب، إنه نعمل فرضاً أنا بدي ننمي له قدراته العضلية فقرة رياضية يومية مع سماع ميوزك بمشاركة أفراد العائلة. هي أحد الاقتراحات ممكن قديش رح تنبسط، مو بس على فكره على صعيد القدرات البدنيه، وانما لا اجتماع العائله لتنفيذ هي الامر رح تفيد الطفل نفسيا واجتماعيا. خلينا نروح لابعد من هيك، نطلع شوي برات المنزل. الجيران ليش ما بنتعاون مع بعض انه نعمل مشاريع ضمن الحي؟ تمام، نعمل مسابقات ننطلق فيها، انه مسابقات لاكتشاف مواهب اطفالنا، مسابقات رياضيه، ممكن ناسس فريق رياضي، نموذج مصغر عن الدوري الرياضي ضمن الحي. قد ايه حلو نحن كجيران نتعاون بهي الفكره. فكتير في يعني مجال واسع من المقترحات فيني اعمله انا ضمن البيت مع عائلتي. مثل ما قلتي انه ممكن اقدم له لعبه، ممكن ادخله على المطبخ، على فكره انه اكيد مو مشان يطبخ، او حتى قد ايه بدها صبر بس انه معلي تعال نتشارك مع بعض، لان وبنفس الوقت مثلا بمرر له معلومات بتخص
تخص الخضروات والفواكه والفائدة، فأنا بكون أو انتقاء بعض الألعاب التعليمية يعني ضمن المنزل لحتى الأم تشارك فيها هي يعني وأطفالها. صحيح صحيح بالضبط. تمام، شو النصيحة الأخيرة يلي بتعطينا إياها هيك للأهالي؟ لأنه في كمان أهالي بتتصرف بطريقة عكسية، بتقلك لا أنا خلص امتحان هون رح خليه يدرس كل الصيف، بيطلع الطفل شاطر بالدراسة بس هو بالحياة الاجتماعية صفر. تماماً، ضروري نأكد على موضوع أنه وقت الفراغ كل ما كان كبير بحياة الطفل كل ما كانت آثاره السلبية خطيرة. مرحلة الطفولة المبكرة والمتوسطة لازم تكون مفعمة بالأنشطة، الأنشطة الترفيهية التعليمية اللي بتنمي مهارات طفلنا اجتماعياً نفسياً عقلياً، حتى من خلال هاي الأنشطة نتعرف على أنواع مختلفة من الذكاء. فبدك تدمري طفلك خليه فاضي لا يعمل شيء. فلازم وما نستهين بأي مرحلة أو فترة من فترات، لا فترة التحصيل الدراسي ولا حتى فترة الراحة اللي هي فترة العطلة، كمان لازم تكون فترة خصبة لحتى نستثمرها بشكل مفيد وممتع. تماما، ختاما نشكرك لوجودك معنا، المعلومات اللي اخذناها من حضرتك، ان شاء الله هيك الاهالي اللي عم حضرونا فعلا يكونوا استفادوا منها وقادرين فعلا نعزز المعرفة عند اطفالنا. شكرا كثير لك. شكرا، يسعد صباحك. قصة نجاح كونتها لحظات لا تنسى مع مركز جلجامش. يسعد صباحكم عن جديد، صار الوقت لحتى نكمل وصفتنا لليوم. اليوم عم نعمل بقلاوة بالقشطة. هلا حضرنا العجينة وهلا رح ارجع احكي عنها. هون بطنجر على النار رح نعمل القشطة المغشوشة. عندي كوبين من الحليب، قبل ما اشغل النار رح اضيف المكونات واخلطهم على السريع، بعدين شغل تحتهم النار. عندي ربع كوب من السكر، ربع كوب من السميد الناعم، أكيد السميد الناعم رح يستوي ويفتح عندي أسرع من السميد الخشن، فالسميد الناعم أساسي يعني بهي الوصفة. عندي ربع كوب من النشا، نشا الذرة الكورن فلاور، وعندي هلأ هون رح شغل النار وبلش خلطهم على السريع على البارد. أكيد طالما عندي نشا والسميد يعني إذا ضفتهم والمي كانت سخنة وخصوصاً النشا يعني رح تكتل عندي، فمشان هيك بخلطهم على البارد أول شيء، بعدين بشغل النار ورح أتركهم على نار هادية يعني ما بدي أقوي النار تحتهم. هلأ بس حسيت أنه السكر يعني نوعاً ما داب عندي، وهي كمية السكر مانا كتيرة يعني رح تدوب، رح أضيف باقي المكونات وما رح كتر سكر أنا بالقشطة لأنه أصلاً عنا القطر اللي جهزناه فهو كافي أنه يعطيني طعم الحلو، يعني ربع كوب لكوبين، ربع كوب من السكر لكوبين من الحليب كافيين. هلأ هون رح أضيف ربع كوب من الكريمة السائلة، كانت كريمة الطبخ اللي ما فيها ملح أو كريمة الحلويات، هي بتجي يعني فيها نسبة حلاوة خفيفة. ما عندي كريمة طبخ، ممكن استبدلها بمعلقة كبيرة من الحليب البودرة. أنا عم ضيف هاي المكونات لحتى تعطيني هيك دسامة للقشطة، وعندي معلقة كبيرة كمان من الزبدة. أكيد كل ما كانت نكهة الزبدة قوية كل ما عطتني طعمة يعني بتحسوها هيك دسمة أكثر. مثل ما قلت ما عندي يعني باقي المكونات بتوقع يعني تكون موجودة بكل بيت. ما عندي كريمة سائلة كانت مثل ما قلت تبع الطبخ، ممكن استعملها أو تبع الحلويات، ممكن استبدلها بمعلقة من حليب البودرة. ما عندي حليب بودرة، ممكن كتر كمية الزبدة يعني بدل معلقة واحدة حط معلقتين. هلأ هون أنا رح أتركهم على حرارة هادية لأنه لازم تضلوا عم تقلبون، ومثل العادة بعد ما تستوي طفي تحتها رح أضيف معلقتين من الماء زهر. هلأ هيك النتيجة رح تكون عندي بعد ما تستوي عندي القشطة، بدي غطيها وأتركها تبرد، رح تطلع بهذا القوام السميك.
هذا القوام اكيد فيني احشي بايدي، يعني ما في داعي لاي ادوات ثانيه. هلا هون احنا بعد ما جهزناهم هدول مثل ما قلت رح ارجع احط شويه خليط من الزبده والزيت على الوش، وصاروا جاهزين لحتى يفوتوا على فرن حرارته 200، بياخذوا تقريبا بين ال 15 لل 18 دقيقه. بعد ما يطلعوا دغري رح احط عليهم القطر البارد. القطر طبعا حطيته هون لحتى يبرد عندي، بيكون برد القطر اول ما طلع الحبات من الفرن، رح حط القطر وبعد ما يبردوا بعدين رح احشي بالقشطه وزين بالفستق. مثل العاده الشكل النهائي رح تشوفوه باخر الحلقه. هلا رح ترجعوا لعند نور وماري وانا برجع بلاقيكم بنهايه الحلقه ان شاء الله. يعطيكي الف عافيه، رح نرجع لعندك. لك يا شيف، مدينه دمشق اكيد دائما مليئه بالقصص والتفاصيل والحكايات الحلوه، سواء بحاراتها الضيقه او حتى باجواء الجميله المرسومه بكل زاويه من زواياها وبكل جزء موجود فيها. ومثل ما عودناكم بكل مرة أنه نروح بجولة على مكان معين نتعرف عليه أو حرفة ومهنة تراثية قديمة نحكي عنها، أكيد رح نكون اليوم معكم بسوق النحاسين. تماما يا نور، وكاميرا سما حتعرفنا بهالجولة عن تاريخ هالسوق الكتير وعن سبب هي التسمية المشتقة من أصل المهنة يلي بيميز هذا السوق عن غيره. مو بس التسمية، إنما العاملين فيه يلي بيضلوا عم يشتغلوا 24 ساعة كاملة ليصنعوا منحوتة نحاسية أو شكل نحاسي منقوش بمنقوشة دمشقية عريقة. تفاصيل كتير حنتعرف عليها مع زميلنا علاء عيسى. اهلا وسهلا بكم، انتم في سوق النحاسين في دمشق. هذا السوق اثري وقدر عمره ما يقل عن 500 عام، وانا هنا منذ 1964 اعمل في هذه المصلحه. والان صرنا كبار، والمصلحه بدها شباب، بدها جهد، بدها عمل كثير كثير. مصلحه تراثيه واثريه في دمشق وسوريا خاصه، وهي الامور كلياتها من النحاس، من الدلات، من الطناجر، من المعاجن، كافه امور ما يلزمه المطبخ السوري القديم. هون المطبخ السوري هذا اكثريتهم ما عم بيشغل ثلاث ارباع مكانات والربع الباقي يدوي، واليدوي لازم نحافظ عليه بالمده هي والامور هي. الطرق اكثريته الطرق والدق والتخمير على النار. والامور ايوه، حتى الان طلعت مثلا الالومنيوم وصار مثل ما عم قال لك العالم مشان سعره الخفيف، النحاس سعره عالميا غالي، يعني مو كافه العائلات تقدر تاخذ الطنجره النحاس ولا المعجن والامور هي. ونحن اكثر امورنا الدلات والمنائل والامور هي كلياتها لدول المجاوره من لبنان والاردن والسعوديه وكافه الخليج، والقطع الاثريه تذهب الى دول اوروبا الغربيه كافه، يعني بيحبوا الجمال الطبيعي اللي عندنا والتراث القديم لجودة الصنعة والفن الموجود فيه. أنا بلشت من سنة 1964 هون، تركت الصف السادس وقعدت هون. قال لي أبي هاي المفتاح من زين افتح المحل. والدي هون كان قبل مني من سنة 1930، والدي صار متوفي شي حدود 38 40 سنة يعني. وين ما راح الحرفي السوري بيكون أفضل من أي مهندس بغير دول. القطع النحاسية القديمة ويرجعوا يطبخوا بالنحاس، لأنه طبخ النحاس والدولة القهوة بالنحاس ما في ألذ منها، ما بيعرفها غير اللي مجربها. المهنة إن شاء الله بدنا نضل نحافظ عليها يعني قد ما قدرنا نتكمش فيها.
يا صباح الخيرات مرة جديدة. الكولاجين من المركبات المهمة يلي بتشكل ثلث إجمالي بروتين الجسم، وهذا يلي بيعطي القدرة على العمل كنسيج بين الخلايا، بالإضافة لأنه أحد المركبات يلي بيتم تصنيعها طبيعياً بجسم الإنسان. وانخفاض نسب الكولاجين بالجسم ممكن ينتج عنه العديد من المشكلات الصحية. تماماً يا نور، وعلى الرغم من أهمية هاي المادة الطبيعية لجسمنا، إلا أنه الشخص بيعمل عدة عادات وببعض الأحيان ممكن تقلل الكولاجين بالجسم، وبالتالي دائما لازم ننتبه لمعدل هذا المركب ونزيد من نسبته من خلال الاعتماد على نظام غذائي بيساعد على زيادة انتاج الكولاجين بجسمنا. لنعرف اكثر عن الموضوع خلونا نرحب بضيفتنا اللي صارت معنا بالاستديو، الصيدلانية واخصائية التغذية حلا عباس. اهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك معنا لليوم حلا. عم نحكي عن الكولاجين، هذا الكولاجين اللي صار كثير اساسي، عم نشوف كثير من الكبسول، من خلينا نقول البودرة، في كتير منتجات له، ولكن الكولاجين شو هو وكيف نحن منبلش نخسره شوي شوي بالجسم؟ مزبوط. هلا الكولاجين نحن أول ما نسمع فيه فوراً بيخطرنا إنه بالبشرة، بس هو مو بس بالبشرة، هو نوع من أنواع البروتين اللي موجود بكتير نسج بالجسم، من المفاصل، العضلات، البشرة، العظم، الغضاريف، يعني موجود مثل ما قلتي ثلث، بشكل ثلث نسبة البروتين بالجسم. فهو يعني هيكل اساسي بتكوين هدول الانسجه اللي انا حكيتها. طيب ممكن ينزل بمكان غير مكان، خلينا نقول بشره غير مثلا عضلات اخرى غير مكان توضع له بمكان ثاني؟ لا، هو موجود باغلب الانسجه، يعني موجود بالاظافر، بالشعر، بالعضلات، يعني هو بيركب يعني نص الجسم، النسيج تقريبا، النسيج بالجسم. تمام. الانسان. تمام. قديش نقص الكولاجين اليوم بالجسم ممكن يؤدي لامراض كثيره؟ وإذا بدنا نحكي عن هاي الأمراض، شو هي الأمراض؟ هلأ مثل ما قلت أنا أنه هو موجود بنسبة كتير كبيرة بالجسم وبالنسيج، فهو عم يعطي المرونة للنسيج، عم يشكل الهيكل الأساسي لإله. فوقت يكون في عنا نقص، فوراً بدأ تضعف المرونة، بدأ يصير في حتى آلام بهذا. مثلاً أنا إذا قال عندي الكولاجين بالمفاصل، رح أحس بألم بالمفاصل، بالبشرة رح يصير في عندي شيخوخة، إلا مرونة، خطوط رفيعة وتجاعيد، ممكن حتى توصل لأمراض قلبية وعائية، وممكن توصل لأمراض التهابية نتيجة نقص الكولاجين بالجسم. تماماً. هذا النقص هل ممكن يعوض بالكولاجين المصنع اللي عم نشوفه بطرق مختلفة؟ هلأ صراحة يعني إذا بدنا نحن نعالج هذا النقص، فما لازم نتجه للمكملات لإله، لأنه بصراحة هي خدعة تجارية. يعني نحن وقت بدنا، يعني عم نشوف نحن سطولة كولاجين شي 5-6 حبات أو 10 حبات بالنهار، ما بعرف فعلا بيعطي تعويض؟ فعلا بنقدر نخفف النقص؟ هو الفكرة بالكولاجين إنه أنا وقت آخذه جسم بفككه وبيرجع يعني بفككه لأحماض أمينية، فأنا وقت آخذه ما رح استفاد منه أصلا، جسم عم يفككه، يعني عم آخذه ويتفكك ويرجع بقى جسم يشكله من أول وجديد، لأنه أصلا كولاجين بيتشكل جوا الجسم، يعني جسم لحاله بيشكله. فانا اذا بدي اعوض هذا النقص فانا رح اتجه للمصادر الغذائيه، المصادر الغذائيه او حتى المكملات البروتين العاديه هي اللي رح تؤدي وتفيد بهذا الغرض، لانه كثير غالي الكولاجين الباودر وما له الفائده ولا الدراسه ولا اي شيء اثبت فعاليته. تمام. اذا بدنا نحكي اكثر عن العناصر الغذائيه يلي ممكن تعزز الكولاجين بجسمنا، وين ممكن نتجه وشو هي العناصر؟ هلا بما انه الكولاجين هو نوع من انواع البروتين، فهو احماض امينيه، يعني فانا وين بدي الاقيها؟ بدي الاقيها بمصادر البروتين الحيواني وحتى النباتي. فانا دائما بتجه انه يكون اكلي غني بالبروتين، مثل الدجاج، السمك، البيض، حتى التونه والسردين. يعني انا لازم التزم بنسبه تقريبا 1 جرام من البروتين لكل كيلو من جسمي لحتى اضمن انه جسمي عم يشكل البروتين بكفاءه. وطبعا في يعني باقي الاكلات مثلا بتكون مساعده، مثل الاكلات الغنيه بفيتامين سي، كثير ضروري، لانه فيتامين سي هو بنسميه نحن كوفاكتور، يعني الجسم وقت يصنع الكولاجين بياخذ فيتامين سي لحتى يساعده. فانا بتجه كمان الاكلات اللي فيها فيتامين سي، مثل مثلا الفريز، البروكلي، اي نوع من انواع الفواكه اللي بتكون غنيه بفيتامين سي. تماما. طيب رح نحكي عن، قلتي انه اذا في حال النقص نحن ممكن نعوض غذائيا. طيب اليوم في حصص معينه خلال النهار لازم انا اقوم فيها بعمر معين، انا بس قطعت عمر معين، من ممكن نقول للشخص انت بعد هذا العمر لازم تحقق نسبه دخول للبروتين اللي ممكن يحفز الكولاجين على الانتاج في نسبه معينه، ولا لا مثل ما قلتي هي العناصر كافيه؟ هلا دائما نحن بنركز على العناصر الاساسيه اللي هن البروتين، الكربوهيدرات، ودهون.
بس بيكون كل واحدة إلى نسبة مينيمم ما ننزل عنها. مثل ما قلت هلا مثلا البروتين انه 1 جرام لكل كيلو، هي للشخص الطبيعي اللي ما بيلعب رياضة. طيب بعمر معين ممكن تقطعه السيدة، في شيء ممكن نقل عليه؟ أقل نسبة هي الواحد جرام، إذا كانت مثلا رياضية فبتبلش تزيد، بس لا تنزل عن هي النسبة. يعني مثلا سيدة وزنها 60 كيلو لازم تاخذ أقل شيء 60 جرام بروتين. 60 جرام من بروتين، ويفضل تكون مصدر حيواني والباقي بقى مصدر نباتي. مصدر نباتي يعني اليوم كبرت بالعمر ما لازم تنزل عن هي النسبة يعني. تمام. في كثير أشخاص بيقولوا لك، بيكونوا غير مبالين مع الأسف، بيقولوا لك إيه إنه هلا إذا نظامنا الغذائي مو منيح معناها خلص الكولاجين عنا صفر. هو عن جد هيك؟ تماما. ولا لا، ممكن جسمنا أو نسبة كولاجين موجودة بجسمنا ما بتنقص، نحن ممكن نزيدها والنقصة. هو الفكرة انه بتلاقي مثلا اشخاص نظامه الغذائي كتير سيء، فورا بروح بتجي للمكملات مفكرين انه هي اللي رح تعوض هذا الشيء، وبينسوا انه الاساس هو الاكل والاهتمام بالنظام الغذائي، يعني هو الاساس، لانه نحن يعني الاحماض الامينية اللي رح ناخذها عن طريق الاكل مو عن طريق المكملات. وإذا ما كانوا عم يلتزموا بالنصائح والجرامات البروتين والقصص كلها، فإيه رح تنزل نسبة الكولاجين، رح يحسوا إنه جسمهم ما عاد فيه مرونة، حتى بشرتهم ما عاد فيها مرونة ولا نضارة، يعني هذا الشيء بيبين فوراً على البشرة. يعني ما ممكن أبداً الطبيب يلجأ للمكملات إذا كان عنده مرض أو قصة بيعاني منها الشخص. الفكرة إنه هي يعني حمية معينة، مصاري على الفاضي وغالية وما في، يعني هي ما رح تضر بس ما رح تفيد هالفائدة. فلا الشخص يعني مثل ما قلت لك بناخذ نحن الكولاجين بفككها الجسم بترجع احماض امينيه عاديه، فالجسم هو لحاله بقرر يرجع ينتجها مره ثانيه، وهو هو اللي هو يعني ما فيني انا اتحكم بالجسم الا انه انا اخذت كولاجين يلا مثلا حسن مرونه النفاس، ساعد حالك بدون دفع مصاري. أي تماما. فلا بيتجه لانه يزود البروتين باكله او ياخذ مثلا مكملات ممكن بروتين عادي يعني. طيب في اخطاء شائعه او ممكن بعض العادات السيئه يلي ممكن نقوم فيها تدمر الكولاجين وتخليه يفقد بالجسم، ما بقى نحس بالفعاليه الموجوده كنضاره كمفاصل او كعضلات وباقي الجسم. طبعا هلا النظام الغذائي السيء، يعني مثلا بتلاقي السيده في الصبح متدخن مثلا مع فنجان القهوه والحلو، والسكريات الغداء هو عباره عن مقالي مثلا، عن ما في قيمه غذائيه، ما في رياضه، ما في اي نشاط، يعني جسم بده يحفز الكولاجين بس هي ما عم تساعده. فهذا النظام الغذائي السيء له كثير تاثير. مثل ما قلتي كمان اللي كثير فيه سكريات هو أسوأ شيء للكولاجين، لانه كل ما زادت نسبه السكر بترتبط مع البروتين تماما، وبصير الياف الكولاجين ضعيفه وبتتكسر بسرعه، وكثير في يعني كثير في اضرار للسكر على الكولاجين صراحه. تمام. شو النصائح اليوم يلي حنقدمها للسيدات خصوصية اللي عم بتتابعنا هلا اكثر من الشباب، بما انه نحن كثير مهتم ومنركز على قصه البشره، يعني ما بعرف ليش رابطينهم سوا الكولاجين مع البشره. هو مزبوط عن جد، يعني الكولاجين هي اللي بتعطي المرونه للبشره، ويعني هي بس يصير في عندنا تجاعيد معناتها نحن خسرنا فقدنا الكولاجين. فنحن دائما بنحاول نخلي الجسم هو يحفز انتاج الكولاجين. ممكن انه نحن بالغذاء يعني الدهون الصحيه البروتين، وممكن كمان شيء موضعي، يعني مثلا انا حطيت على وشي فيتامين سي، الكريمات بتفيد مثل الادويه اللي بناخذها او الغذاء اللي بناخذه الاثنين مع بعض. يعني انا مثلا قبل ما اطلع كل يوم لازم احط فيتامين سي على وشي، لانه دراسات كثير اثبتت انه له فعاليه بتقليل ضرر الشمس. ما ممكن ياثر على الشمس؟ هو بالعكس، هو يعني بيحمي من الشمس. ونحن بنحطه مع الواقي الشمسي، فا يعني هلا في ناس ممكن تحسس منها، ممكن تكون هي بشرتها أصلاً حساسة. ممكن نطبق من عمر 25 ونحن طالعين مشتقات فيتامين أي مثل الريتينول، هي كمان كثير ضرورية وتحفز إنتاج الكولاجين بالبشرة. وواقي الشمسي كمان كثير مهم، أول شيء أساسي يعني لحتى نمنع كل هالقصص على بكير يعني. تمام. معلومات حلوة ومهمة أخذناها من حضرتك. يسعد صباحك، أهلاً وسهلاً فيكي. يسعد صباحك وأهلاً وسهلاً فيكي. كل الأدوات اللي بنستخدمها بيكون لها تاريخ صلاحية من أدوات لغذائيات وغيرها كتير من المستلزمات بنتعامل معها بشكل يومي. تماماً يا ماري. ومن هي الأدوات يلي هي تعتبر شخصية وبتحتاج أنه تتغيب بين كل فترة والتانية كونها ما بتعود صالحة للاستخدام أو ممكن تتعرض للتلف، وبالتالي من الضروري أنه تتغير هي الأدوات من فترة للتانية. لنعرف أكثر عن هذا الموضوع خلونا نتابع سوا هالتقرير.
تعرف من الناس بيهتموا بنظافتهم وصحتهم هن وأفراد عائلاتهم، وبيحرصوا على انتقاء كميات مناسبة من الأدوات المنزلية لتكفي للاستخدام وقت الحاجة إليها. ولكن بمرور الوقت ممكن أنه ينسى البعض استخدام بعض الأدوات، أو ربما ما بيحتاج لاستعمالها قبل انتهاء تاريخ صلاحيتها. رح خبركن عن بعض الأدوات اللي ما فينا نستخدمها بعد انتهاء فترة الصلاحية على الإطلاق. أولاً فرشاة الأسنان. فرشاة الأسنان أو رأس فرشاة الأسنان الكهربائية من الأدوات الشخصية اللي بيؤدي استخدامها بعد انتهاء فترة صلاحيتها لنتائج عكسية، والاستمرار باستخدام فرشاة الأسنان لمدة بتزيد عن 3 شهور بيؤدي لإبطال نظافة الفم وبتفقد فعاليتها بإزالة الطبقات ومكافحة أمراض اللثة. أما ثانياً المطهرات، تتراوح فترة صلاحية المطهرات من السنة لثلاث سنوات، وتعتبر المطهرات عنصر أساسي بمجموعة الإسعافات الأولية بالمنازل لأنها تعتبر ضرورية لتنظيف الجروح والحماية من تعرضها لأي عدوى. ثالثاً الضمادات اللاصقة، تعد الضمادات اللاصقة كمان من عناصر خط الدفاع الأول للجروح الصغيرة بمعظم المنازل، وبتستمر صلاحية الضمادات اللاصقة من سنتين لثلاث سنوات، وبعد انتهاء الصلاحية تصبح المادة اللاصقة أقل لزوجة، وهالشي بيقلل من حماية الجروح. وكمان استخدام ضمادة قديمة ممكن أنه يؤدي للإصابة بالعدوى أو ضعف التئام الجروح، ومن الضروري الاحتفاظ بالضمادات اللاصقة بمكان جاف وبارد والتحقق من تاريخ انتهاء صلاحيتها. رابعاً وأخيراً قفازات الفرن. بتفقد قفازات الفرن الواقية من الحروق فعاليتها تدريجياً خلال فترة سنتين للخمس سنوات، وكمان ممكن أنه تتعرض للتلف بتوقيت مبكر بسبب الحرارة والبقع، ويمكن للقفازات القديمة أنه تحتفظ بالبكتيريا والروائح. كيف حركة الكواكب وشو تأثيرها على الأبراج؟ حنعرف مع نجلاء قباني. سعد صباحك. صباحك خيرات يا ماري. صباح الخير يا نور. صباح الخير للجميع. ضلوا دائما بخير وأيامكم سعيدة. اليوم 2/6/2 حزيران، يعني دخل عطارد وانضم إلى طائفة الكواكب الموجودة في برج الجوزاء. عطارد للسفر والأوراق والمستندات صار في برج الجوزاء، إلى جانب الزهرة للحب والارتباط كمان بالجوزاء، إلى جانب المشتري للحظوظ السعيدة في الجوزاء، وبالتأكيد الشمس. فأربع كواكب الأقرب يعتبروا إلى الأرض عاملين نوع من أنواع المضايقات للعذراء للقوس للحوت. هالثلاث أبراج حاولوا قدر المستطاع ما تصطدموا مع الناس اللي حواليكم، كونوا رايقين، ابتسموا، ما تصعدوا خلافات. هذا الشهر لا يعتبر الأفضل بالنسبة لكم، وأول التغييرات الإيجابية رح تكون بأيام الأعياد، يعني 16-17 ها بتبلش الحظوظ تساعد قليلاً. أول أخباري طبعاً وجود الكواكب بالجوزاء عامل سعادة للجوزاء، عامل سعادة للميزان وللدلو بالتأكيد طبعاً، والأسد والعقرب اللي أصلاً ما كانوا كتير مرتاحين خلال الأشهر السابقة. أول أخباري لعزيزنا مولود برج الحمل اللي اليوم معنوياته مرتفعة وعلى الغالب مبتسم، يرفض التعب، في شيء عم يسعده. طبيعي والأمر ببرجك يكون عندك أخبار مشجعة أو أصدقاء، أهل، مرح، زيارات، لقاءات ربما. يعني أنا بشوف أنه في أوقات مميزة عم بعيشها مولود برج الحمل، ربما مفاجأة سارة أو هدية أو حل لمشكلة. هاي الأيام أيام فيها سلام يسود حوالين مولود برج الحمل، والحقيقة الأمور لألك إيجابية، يمكن في شيء صادق حواليك بهاي الأيام. مولود برج الثور يعني حاول ما تأخذ قرارات مستعجلة اليوم، لأنه في ردود فعل من المحيطين فيك مو كتير مريحة. اليوم بحاجة إنك تحكي مع ناس أنت بتحبهم، في عتب ربما يضايقك، أو في شيء له علاقة بنميمة ربما، أو تشكيك أو غيره. هلأ ما بشوف مولود برج الثور كتير مرتاح، يمكن محتاج اعتذارات. هلأ أنا بقول حاول أن تكون هادئاً، تكلم قليلاً وكن سرياً. مولود برج الأسد الجوزاء اليوم في أفكار إيجابية حواليك، يوم عم تقضي أوقات ممتعة، فيه تفاؤل، فيه يمكن مفاجأة سارة، عم تستعيد علاقات وعم تفرح لنوع من أنواع الإيجابيات.
يعني استعادت ثقتك بنفسك بهي الأيام مليان جاذبية. ما بعرف إذا عم تفكر بسفر لأنه بيني وبينك وارد بهي الأيام، بس الأكيد عندك إشراق، عندك مرح، في عندك عروض ويمكن نشاطات رياضية. هاي الأيام أيام جيدة لعزيزنا مولود برج الجوزاء. أما برج السرطان فاليوم قد تفاجأ بموقف عدائي من الآخرين. لا تقوم بفرض رأيك على أحد لأنه ممكن يكون في استفزاز حواليك، أو محتاج تعتمد على عقلك مولود برج السرطان أو تحسب خطوتك. هلأ اليوم في إرهاق أو غضب حواليه، في توتر أو إجابات متسرعة وربما نقاشات عنيدة. لا أنصحك أبداً بأنك أنت تصطدم مع الناس حواليك لأنه ربما تخطئ التقدير. على كل الأحوال ابتداءً من المساء بكرة أمورك أفضل بكتير. مولود برج الأسد يوم الأمور جيدة لتتحكم بحرية بحياتك بدون تعمد، تبتعد عن الاصطفافات، تتعرف على أصدقاء جدد، تسد أغلب الثغرات، عم تصالح الناس اللي أنت بتحبهم وعم تزداد شعبيتك. ربما تجد حلول لبعض المشاكل أو عم تحسن، عم بتطور أمورك أو عم ترتب هيك شيء له علاقة بمشكلة طارئة ممكن تلاقي لها حلول. هلأ أنا بعتبرك أمورك جيدة هاي الفترات، في عندك تفكير وتخطيط لما هو آتي. مولود برج العذراء كمان الأمور لك إيجابية، في وعود بهاي الفترات يسود الحب أو في محيط داعم بالنسبة لك، إنجازات ربما. هلأ هذا اليوم مبشر بالمساعدات، قادر تعتمد على صداقاتك، تقرب من ناس متفائلين، تنصح الآخرين، تدعمهم، يعني صداقاتك كثيرة ومساعداتك إيجابية. واليوم للتحسن لمولود برج العذراء. مولود الميزان أنت اللي مانك بأريح حالاتك، عرضة للديكتاتورية من الآخرين، يعني عم تاخد أوامر من ناس حواليك ويمكن عم تشعر بعقدة ذنب لأنه ما بيكون الشغل مثل ما بدك أو الأمور حواليك ليست مثل ما بدك. هلأ حاول أنك تحذر النسيان لأنه وارد اليوم، ممكن قرارات عصبية، ممكن عم تخسر التعاطف، ممكن نوع من أنواع الناس اللي عم يملوا عليك شروط على الغالب، كأنه في تغييرات بالأمكنة حوالين مولود برج الميزان. خذ مني نصيحة، اسمع وجهة النظر الأخرى. مولود برج العقرب اليوم عنده 100,000 قصة شغلته الحقيقة، يعني مضايقات نفسية لأنه شغل كتير وراحة قليل. عم بحس مولود برج العقرب إن لجسدي عليك علي حق، يعني لازم ارتاح، لازم اهدى، لازم روق، بس الحقيقة في مسؤوليات طارئة وفي طلب بالسرعة في الإنجاز، يمكن هذا اللي عم بيخلي مزاجك مو كتير رايق. هلأ حاول تسترجع طاقتك بإنك تبلش بإنك تعمل الأشياء اللي بتحبها، يعني تترك الأشياء اللي ما كتير بتحبها هيك متأخراً شوي. اليوم مزاجك ما بيسمح لك بسهر أو زيارات، عمل كتير وراحة قليلة. مولود برج القوس أحد الأيام الإيجابية لتعطي أوامر وتسعد للأخبار. هاي الأيام عم تشعر بارتياح وغالباً أنت ناجح وسعيد. هلأ باعتبار أغلب الكواكب في موقع غير مناسب لك، أنت وبرج العذراء والحوت، بدك تصيروا هذا الشهر بقى تكسبوا اليوم الجيد لترتبوا أموركم فيه. يعني هذا اليوم جيد لمولود برج القوس، فيه حركة، نشاط، اتصالات واسعة وتأثيرات مباشرة ودقة بالتعاملات، يعني عندك مرح عموماً مولود برج القوس. أما مولود برج الجدي فغالباً اليوم لازم يعطي اهتمامه للتفاصيل. وضع صعب ربما تجد نفسك فيه، نوع من أنواع الاحتجاج، الاعتراض، ربما خطوة بدون تحضير، ربما عصبي شوي ومحتاج أنك تحذر التأجيل والمشاكل. تفادى القسوة بالأحكام مولود برج الجدي وحاذر الجو الخلافي. هاي الأيام يعني أيام شوي متعبة. على كل المساء بكرة أمورك أفضل بكتير. مو مهم مولود برج الدلو يكون حظك جيد، المهم تستعمله بطريقة جيدة وتفرج همك وتحاول تحل مشاكلك. اليوم استفيد من الأجواء الإيجابية، إذا في شيء بدك ترتبه فرتبه اليوم ولا تأجله لبكرة. اليوم قادر يكون عندك تفاؤل، نشاط، تواصل
مع الناس اللي حواليك الفترة ممتازة لعلاقات لاتصالات لأصدقاء يمكن فرح زيارة يعني هاي الأيام أيام فيها تحسن مهني ربما أو إصلاحات إدارية طبعا أنا بشوف عندك طاقة وحيوية بهاي الفترات مولود برج الدلو أما مولود برج الحوت فالحقيقة الأمور جيدة ماليا خاصة الأمور المستقبلية وهي الأيام للتحسن المالي لكن دخول أغلب الكواكب إلى برج الجوزاء رح يخلي هاي الفترات للصرف بامتياز فحاول أنك تنظم أمورك لما تضطر تطلب مساعدة أو قرض مثلا ابتعد عن التبذير لأنه هذا الشهر الحقيقة فيه مصاريف كثيرة هلا هو بالنتيجة يعني أعياد هاي الفترات وأيامكم إن شاء الله سعيدة حاول أنه يعني أنا بظن أنه رح يلزمك مزيد من السيولة خليني عايد مولود اليوم اللي هو مولود 2/6 وأتمنى له السعادة شخص محب لمن حوله معطاء ساخر ابتسامة آسرة عنده دائما محب لمن حوله مليان مواهب ومتعدد من الأشخاص اللي ما كتير بيحبوا اللي يكون ثري بتخمة يعني بس بحب المال عموما وبيركض وراء أنه يرتب أموره دائما يقطف النجاح عموما هلأ نسبة نجاحه دائما عالية رغم أنه أحيانا يكون متحمس أو متهور يعشق هذا المولود أن يكون محط الأنظار من الناس اللي عندهم مرح جاذبية نوع من أنواع الاستقلالية ما بيحبوا حدا يتدخل لهم بأمورهم محب طبعه للمغامرة للسفر لبدء حياته دائما من جديد الجمود كلمة لا تراها في قاموس مولود الجوزاء عموما طبعا سنة كتير مهمة بالنسبة له لأنه فيها تغييرات وخاصة من هلأ وما بعد كل شيء عاطفي كل شيء مالي ممكن يباشر تحسن ويمشي بطريقة أفضل المتبقي من السنة جميل وأنا بقول هلأ لبلشت سنتكم تمشي بطريقة إيجابية وجيدة طبعا رسائلكم بالتأكيد على 18-45 من أي موبايل داخل سوريا بس حاولوا تكون رسائلكم في يوم شهر سنة واسم يوم شهر سنة واسم زاهر دبول كأنه لسه دوقاتك يا زاهر والله عندك سنة بتاخد العقل خاصة الصيف أنا برأيي ما رح تختم هاي السنة طبعا إذا أراد رب العالمين يا زاهر إلا بنوع من أنواع التغييرات الإيجابية أنا بشوف عندك سنة جميلة وخاصة الصيف علي ابن آمال يعني كل يوم لازم جاوبك إلك بلشت الحظوظ مساعدة والأمور رايحة باتجاه الأفضل ويا رب إنك تبيع هذا العقار اللي عندك يعني يا رب تبيعه تشتري غيره يا رب يا رب اسمه كل يوم يبعث لي نفس الرسالة علي طول بالك علي تقبرني رود بنت رجاء يسعد اوقاتك يا رود والله أمورك جيدة جدا 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 وهذا الشهر الحلو بالنسبة لك بس أنا برأيي شهر التغييرات رح يكون 8/9 يعني آب وأيلول هدول أشهر التغييرات بامتياز بس هلأ في بداية جديدة ممكن يكون حتى في تغيير بخط السير بالنسبة لك يا رود فالله يقدم لك فيه الخير يا رب العالمين بتول عم تسألني مع زوجة زهير إحدى العلاقات الجيدة طبعاً خليني أقول الدائمة أكثر ما أقول الجيدة هلأ علاقتكم لا تعتبر كتير الأفضل لأنه دائماً أنتوا المشكلة ما بتشبهوا بعض يعني أنت كائن مدخر صاحبة واجب ما عندك أنانية معطاءة جداً لمن حولك كلهم خاصة أهلك أخواتك أولادك هو الحياة عكس عكاس يعني هو بيحسب مثل ما بيقولوا مروته بالسانتي مع العلم انه كريم ما عم قول لا بس لناس مخصصين مو مثلك للجميع عموما هلأ الحوت والحوت احدى العلاقات الدائمة بس انا بقول داخلي على سنة يا بتول العلاقة بتغييرات عائلية فما بعرف شو هي تغييراتك بيبي بدك تغيروا عقار بدي يفكر يسافر اصلا غريبة جوزك ما سافر لهلأ لأنه هو دائماً يحلم بحكاية السفر وتغيير حياته نور حابة تساعديني روحي حابة أخذ لك مشاركة حاسة أنا. معنا مشاركة من حسن ابن غصون 19/2/91 الحب والعاطفة والمال أمورك جيدة جداً يا عزيزي من هلأ وما بعد
بلشت حظوظك، خاصة أنه أصلاً الشهر الماضي كان متعب، والحقيقة السنة كلها كانت متعبة ما فيها حظوظ، بس أنت دبرت حالك، يعني أنت بتعرف تدبر أمورك، ما بخاف عليك أنا عموماً، أنت حدا لطيف ومحبوب من الآخرين وأمورك إيجابية، بس هلأ لبلشت السنة اللي لها علاقة بالحظوظ، فإن شاء الله تختمها بطريقة أفضل مما بدأت يا رب يا حسن. مايا أمورك جيدة جداً من هلأ وما بعد يا مايا، إحدى الأعوام الأفضل بالنسبة لك، يعني حاجتك تعب السنة الماضية اللي كانت سنة فارغة ما فيها شيء، ما صار فيها أي نوع من أنواع التغييرات، يعني هلأ باشرت الأمور تغيير ومشيت بتجاه الأفضل، مو اليوم بكرة، مو بكرة شهر الجاي، يعني ما أنا كبسة زر على كل الأحوال، بس أنا بقول المتبقي من السنة مفرح. محمد ابن نور يسعد أوقاتك، والله ماني خايفة عليك، أمورك جيدة وأنت شطور، بس أنت أبو عاجوقة شوي. هلأ أنا بقول وبنصح فعلياً كل الطلاب اللي عم بيقدموا امتحانات، ما تقولوا خلصنا كل المعلومات اللي بنعرفها، ارجع عيد الورقة مرة ومرتين وثلاثة، عيد إجاباتك، لربما في شيء ذكرك بشيء ما أنك كاتبه، أو ممكن كاتب معلومة خاطئة ترجع تصححها، يعني ما تطلعوا قبل ما يخلص الوقت الامتحان، يعني عيدوا الورقة مرة ومرتين وثلاثة وعدوا تذكروا اللي أنتوا دارسينه، هذا الاستعجال اللي أنتوا فيه هو اللي عم بيضيع لكم العلامات، وأحياناً علامتين ثلاثة بتفرق بين أنه أنا أدخل الفرع اللي بحبه وبين أنه أنا أدخل فرع مانو كتير مناسب لألي حسب وجهة نظري. فركزوا، خاصة أنت يا محمد كتير بدك تركيز حبيبي. أمر عم تسألني سيدة وقاتك، حظوظك مساعدة جداً يا أمر، خاصة المتبقي من السنة مفرح بالنسبة لك وإيجابي. فادي ابن جميلة، شهر متعب جداً رغم أنه السنة حلوة لك، بس هذا الشهر الحقيقة متعب، يعني حاول ما تصطدم بمن حولك وبالذات على المستوى الشخصي، أنا بشوفه الأكثر تعباً على المستوى الشخصي، علاقاتك مع أصدقائك، رفقاتك، شريكتك العاطفية، حاول ما تطلع بخسارات بهذا الشهر، والشهر القادم رح يكون أفضل بكتير. فاروق ابن أريج، أمورك جيدة جداً يا فاروق، وعندك سنة حلوة على الأقل المال والعواطف. هلأ هاي السنة، هذا الشهر بالذات فيه كركبة بالعمل، ما بعرف ليش، خيبة أمل، نوع من أنواع الصدمات، مؤامرات مثلاً. هلأ أحياناً كتير بلطفك ورواقك ودبلوماسيتك في أمور يعني بتمشي بدون تصعيد. حسين ابن جواهر عم بيسألني، مع هنادي يسعد أوقاتكم. هلأ منيحة العلاقة ضمن إطار الجيد يا حسين، معنا إحدى العلاقات الأفضل طبعا، مو لأنه يعني حلوة، بس هي العلاقة اللي بدها دائما تنازل، بيعلى صوتك لازم تقلك حاضر، بيعلى صوتها لازم تقلك حاضر، فما بعرف أنتوا قدي عم بتطبقوا هاي المقولة على حياتكم الزوجية، بس أنا بقول إنه الأمور ضمن إطار الجيد على الأقل كحظوظ. يعني صباحك ورد مدام نجلة، شو اسمك بالله يلي عم تصبح علينا بالورد؟ ومبدئيا ما أنا كاتب يعني المواليد مو كتير مزبوطة. حسنة بنت شاها، يوم وشهر وسنة واسم يا حسنة. إبراهيم ابن نهوة، يسعد أوقاتك يا إبراهيم، عندك حظوظ مساعدة جدا 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 ماليا وعاطفيا هذا العام، يعني أمورك المالية والعاطفية تعتبر الأفضل، غير شيء لسه الأمور ما كتير مستقرة، انتبه بس بالعمل، وأصلا هذا شهر لا يعتبر كتير الأريح. يجعل أيامكم سعيدة وتضلوا دائما بخير، ضلك بألف خير يا رب، وأيامكم سعيدة. يسعد صباحك يا نجلة. وهلأ مشاهدينا رجع أخيرا عند الشيف بشرى حتى نشوف طبق البقلاوة بشكله النهائي. يسعد صباحكم عن جديد، باخر الحلقه اكيد وصفتي صارت جاهزه. اليوم عملنا بقلاوه بالقشطه بطريقه هيك يعني سهله نوعا ما، ما فيها كثير انه هيك يعني تتلبكوا فيها او تتعذبوا فيها، وفيني مثل ما قلت انا حضر العجينه وسقيها بالقطر بعد ما تستوي واتركها، وحضر الحشوه وقت التقديم احشيها وقدمها، واكيد في اكسترا قطر للي بيحب القطر الزياده. ان شاء الله يكون طبقي لليوم عجبكم، جربوه وتخبرونا، وبشوفكم بكره بوصفه جديده. هلا عجبنا بس لو انه صدر مو هذا الميني صحن هيك احسن للاشخاص اللي بيحبوا هيك حلويات،
ما بيناسبهم هذا الصحة. مشان ما ناكل كثير كمان. جايين لعندك. نتحكم بالكميات. يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. شكرا كثير لك يا شيب. الشكر الأكبر لكم مشاهدينا ولمتابعتكم اليومية لإلنا، إن شاء الله حلقة اليوم تكون نالت أعجابكم. يعني أكيد بختم حلقتنا كمان بنتمنى التوفيق لطلاب البكالوريا والتاسع، حتحسوها هيك فترة ضغط وتقولوا خلصت الحياة، ولكن بس تخلصوا أكيد حتبلشوا وتنفتح كل الأبواب بوجهكم. موفقين يا رب. ترونا بكرة بموعد وبحلقة جديدة. باي باي.